فالحقيقة في بداية الأحداث كانت هناك يعني ضحايا كثيرة من الأطفال والنساء بعد عودة العوائل إلى قضاء بيجي لكثرة المخلفات الحربية والنفايات الحربية في قضاء بيجي، وعملنا على رفع هذه المخلفات الحربية والمقذوفات الحربية في القضاء بواسطة الجهد الحكومي من أجهزة الأمن الموجودة في قضاء بيجي، وأيضا عملنا على استقطاب المنظمات الحكومية خصوصا منظمة الهالوتراس، وأيضا أخيرا حضرت منظمة الإعاقة الدولية. حقيقة منظمة الهالوتراس كانت لها جهود كبيرة برفع المخلفات الحربية خصوصا حقول الألغام وحقول اللي مزروعة في المناطق والأطراف، وأيضا المقذوفات الحربية المتبعثرة داخل الدور المفجرة والدور الهياكل في قضاء بيجي. اليوم بعد مرور هذه السنوات حوالي أكثر من 3 سنوات نجد أنه لا توجد إصابات ولا توجد الحقيقة أي يعني إصابات من خلال تجوال المواطنين أو المواطنين الساكنين، يعني أخفت الإصابات في هذا المجال. نشكر كل المنظمات الدولية التي عملت على رفع المخلفات الحربية، وأيضا أجهزتنا الأمنية مشكورة طبعا عملت عمل بطولي في هذا المجال.